قوله تعالى: فلا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا، هذه هي صفة المؤمن وهي صفة الطهارة، إذ إن المؤمن يجمع بين الطهارتين: الطهارة الحسية من الأنجاس والأقذار والأرجاس، والطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشرك وسائر الذنوب. وأما الكافر فإنه لو تطهر بدنا كما يشهد به حال البعض من الكفار، ويؤيده ما جاء في قول أهل قباء: إننا جيران اليهود وكانوا يستنجون بالماء فنفعل كفعلهم، فأثنى الله عز وجل عليهم، فهم وإن تطهروا لكنها طهارة حسية بدنية، وقد عروا من الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقال تعالى عن المنافقين: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقوله: والله يحب المطهرين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب ويحب. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإثبات صفة المحبة لله عز وجل هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإنهم يحرفون المحبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، يحرفونها فيقولون إن المحبة من الله عز وجل هي ثوابه للعبد أو إرادته لإثابة العبد، وفي هذا صرف للنص عن ظاهره، وفيه مخالفة لما صرح به كتاب الله عز وجل وهو أفصح الكلام، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت المحبة لله عز وجل وهو من أفصح الناس بيانا ومن أحرصهم على بيان الخير والهدى لأمته، وفيه مخالفة للصحابة الكرام رضي الله عنهم، إذ إنهم لم يحرفوها ولم يتكلموا فيها، وإنما أخذوا هذه النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، متمثلين في ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله المطهرين أصلها المتطهرين، فاجتمعت التاء والطاء ومخرجهما قريب فأضغمت إحداهما في الأخرى، وهذا ما يسمى الصرف، فأصبحت الكلمة المطهرين. والمطهرين اسم فاعل بمعنى أنهم يفعلون التطهر، ولتعلم أن فعلهم للتطهر إنما هو بتوفيق من الله عز وجل، فالله جل وعلا وفقهم لأن يتطهروا من النجاسة القلبية والبدنية.